السلام عليكم، سنعمل على شرح جهاز القياس الكهربائي الكلام بمتر. هو جهاز قياس كهربائي خاص بالكهربائيين. يختلف نوعا ما عن الملتيمتر الذي هو جهاز قياس كهربائي يتميز بأنه موجه للإلكترونيات. هذا الجهاز هو صنف DM6166. يتكون من مشبك لقياس الشدة الكهربائية. الزيرو هولد الجانبي لتسجيل قيمة القياس وحفظها على الشاشة. الزر الدوار لإقفال الجهاز أو لتحديد القياسات الكهربائية. شاشة رقمية لعرض القياسات. ثلاثة مخارج توصيل خاصة بتوصيل أقطاب القياس. سنشرع الآن في شرح القياسات الكهربائية وشرح أيضا المعايير الرقمية التي تحددها في كل قياس مع طريقة استعمال الجهاز عند القياس الكهربائي. خيار OFF هو لإقفال الجهاز. سنبدأ أولا بشرح القياسات التي يقوم بها هذا الجهاز حسب كل عيار. القياس الأول هو قياس ACA وهو قياس شدة الكهربائية للتيار المتناوب. بالإنجليزية هي Alternating Current Ampere. يرمز له في بعض الأجهزة بهذا الرمز A-. يتكون من عيارين. العيار الأول هو 1000 لقياس قيمة شدة كهربائية تصل حتى 1000 أمبير. العيار الثاني هو 200 لقياس شدة كهربائية تقل عن 200 أمبير. يمكننا جهاز الكلام بمتر من قياس الشدة الكهربائية عبر إدخال المشبك في الفاز أو الطور دون الحاجة لوضع الجهاز على التوالي في التمديدات الكهربائية. يكفينا فقط القيام بالعملية التالية وقراءة قيمة الشدة الكهربائية بالأمبير. القياس الثاني هو قياس ACV وهو قياس الجهد الكهربائي للتيار المتناوب. بالإنجليزية هو Alternating Current Volts. يرمز له في بعض الأجهزة بهذا الرمز V-. نجد هنا أن هذا القياس في هذا الجهاز يتكون من معيار واحد وهو 705، وهي قيمة يمكننا لقياس الجهد الكهربائي في التغذية أحادية الطور أو ثلاثية الأطوار معا، التي تقل قيمتها عن قيمة 705 فولت. سنقوم بقياس الجهد الكهربائي هنا. دائما ما نستعمل القطب كوم في جميع القياسات. نلاحظ هنا أن القطب الأزرق يتوفر على رمز V الخاص بالجهد الكهربائي، وهو ما يعني أننا سنستعمل هذا القطب في قياس الجهد الكهربائي. نقوم بقياس الجهد الكهربائي بهذه الطريقة. القيمة الموضحة في شاشة العرض هنا هي بالفولت. القياس الرابع هو قياس DCV وهو لقياس الجهد الكهربائي للتيار المستمر. بالإنجليزية هو Direct Current Volts. يرمز له في بعض الأجهزة بهذا الرمز V. يتكون أيضا من قيمة 1000، وهو ما يعني أننا يمكننا قياس جهد قد تصل قيمته إلى 1000 فولت. لدينا هنا محول كهربائي يحول الجهد الكهربائي 220 فولت للتيار المتردد إلى قيمة 12 فولت للتيار المستمر. سنقوم بتركيب أقطاب القياس بهذه الطريقة. دائما نستعمل القطب كوم في أي قياس، والقطب الثاني عند مخرج قياس الجهد الكهربائي المشار له بالحرف V. القيمة المعبر عنها في الشاشة هي بالفولت. القياس الخامس هو قياس أوميجا وهو لقياس المقاومة الكهربائية.
نجد أيضا هنا رمز جرس لإصدار صوت رنين عند قياس مقاومة صغيرة جدا، وهو ما يعني التوصيل أو الموصلية الكهربائية العالية. عيار 200 لقراءة قيمة مقاومة أقل من 200 أوم، ولإصدار صوت رنين يعبر عن وجود تواصل أو توصيل بين القطبين. تعرض الشاشة هنا قياس بقيمة أوم. عيار 20 كي هو لقراءة قيمة مقاومة تقل عن 20000 أوم، وتعرض الشاشة هنا قياس بقيمة كيلو أوم. عندما نريد استعمال هذا الخيار نقوم بربط القطبين في مخارج كوم وأوميغا. عندما يتواجد هنالك إتصال أو موصلية كهربائية نسمع الرنين، وتظهر لنا قيمة المقاومة بالأوم. في الأخير نجد باللون البرتقالي قياس المقاومة الكهربائية ذات القيمة الكبيرة والتي قد نتحدث عنها لاحقا ولن نستعملها بكثرة. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا ابداء اعجابكم بالفيديو او الادلاء بارائكم او تبادل تجاربكم في التعليقات.